مساء الفل يا صديقي العزيز، اهلا، ازيك يا عمنا؟ ايه الاخبار؟ وحشني. انت والله وانت كمان، بس الكوفيد مش هيحشني بقى، لان انا ايه، بص، شفت مبروك يا عم، مبروك. اتطعمت دوحة النهارده، دوحة. عقبال. اتطعمت النهارده، رحت اتطعمت النهارده، كلموني الصبح قالوا لي لو فاضي تيجي، لان الهيلث كير بروفايدر ليهم اولويه. فلما عملت مليت الاستماره من قيمه اسبوع كده، قلت لهم لو في ايمج، يعني في فيكنسي اني تايم قولوا لي. فكلموني الصبح قالوا لي تعالى النهارده الساعه 6. رحت اتطعمت وخدنا الالماني الماتشين فايزر ار ان ايه، ان شاء الله بقى ربنا يسهل كده ويطلع لنا شويه شعر ولا حاجه، وايه، نحسن شويه الجينات اللي عندنا، اللي واخد لما بتاع شلشلمون دي اللي مش نافعه خالص في دول العالم المتقدمه. انت ازيك؟ أنا تمام. إحنا آخر مرة اتقابلنا يوم الأربعاء، قعدنا نحكي على العالم وكندا وأمريكا والشرق الأوسط، وقلت لي تعالى نعمل حلقة لوحدها لمصر. احنا هنتكلم عن مصر النهارده. آه طب استنى بقى، استنى، عشان ايه؟ ما دام هنتكلم عن مصر، ده عشان إيه؟ الفيروسات. ده عشان ما عرفونيش. طيب كده كده انا اسمي سبع الليل النهارده، هنقال عن اللقاء مع الاستاذ سبع الليل في حوار. اصلا النهارده بصراحه يعني ما شفتش الاحتفالات، انا كان عندي شغل الصبح شورت شيفت كده يوم الاحد، someone has to do it يعني، ف فولنتير، وبعد رجعت البيت ورحت نازل على طول اخدت الفاكسين، فما شفتش يعني ما شفتوش اونلاين او ما شفتوش لايف، بس بصيت على الفيسبوك بقى وشفت حالة السعادة الشديدة جدا، مش عايز اقولها، بس يلا بقى النشوة النشوة الاورجازم اللي حصل ده، والوطنية اللي هلعت في الناس كلها، ويا مفيش فايدة زي لما احنا قطنا بجمل على طول يعني. يعني انا مش هعترض على انها حاجة جميلة وظريفة، وانا حتى كتبت في الفيسبوك الصبح ان لما 1976 لما الموميا بتاعت رمسيس الثاني كان جالها فطريات، لان احنا فتحناها وحطيناها كده في الجراج باين ولا ايه، فجالها فطريات فالعالم كله اتنطط، المهم فرنسا خدتها، فلما استقبلوه في المطار كملك يعني، نزل كان في حرس شرف واقف له من اللي هم اللي بيسموهم جارد ريبابليكان، اللي هم ورثه الحرس الامبراطوري المشهور، اعظم قوه حربيه في القرن ال19 لفرنسا. ولما راح المعامل كان رايح على اللوفر، معامل اللوفر، عشان يتعالج من رمسيس، وصوروه مش عارف، واخدوا اكس راي واخدوا عملوا كل حاجه يعني وعالجوه، كان رايح في موكب رسمي يعني، كان في استقبال وزيرة الخارجية قائمة بأعمال وزيرة الخارجية الفرنسية أيامها. فالناس ناس بتحترمه، وحلو قوي إن إحنا نحترم الملوك بتوعنا القدماء، ولو إنها هتعمل مشكلة مع التيار الإسلامي السلفي والتيار المسيحي السلفي طبعا، يعني أنا متأكد الناس زعلانة من الموضوع ده، ده عالم نازلين متبهدلين في التوراة يعني. ف بص، هو انت لسه، انت غالبا ما شفتش الاحتفال، فانت اتفرج عليه وبعدين نتكلم عن الموضوع. آه بس هو الفكره كويسه يعني. انا انا بقول انه حلو، بس مش مفروض. انا شفت حته صغيره للاسف يعني، اللي هي متاخده من المشيه بتاعت بوتين في الكريملين، اللي هو السيسي ماشي المشيه العظيمه بتاعتهم دي، بتاعت اوعى وشك دي، هو وبوتين بيعملوها ما اعرفش، المهم يعني، فهي دي اللي انا شفتها، وشفت بقى صور ومش عارف ايه وبتاع، ما شفتش الاحتفال نفسه، هحاول اشوفه بالليل. بس مهما كان ما فيش داعي خالص للاكسجريشن، وان احنا يعني انا شفت تعليقات من ناس اصدقائنا وناس بتفهم وناس بتابعهم ومش عارف ايه وبتاع، ما اعرفش، وسمعت الاغنيه اللي بالفرعوني دي، احنا عرفنا ان هو ده النطق الصحيح بتاع الهيروغليفي، انما ماشي مش هنتكلم فيها. فانا هنتكلم عشان نبقى علميين، انا افضل ان احنا نبتدي دايما بمدخل علمي، احنا هنتكلم عن مصر. طب ومصر سيبك بقى ايه من العواطف بتاعتي والعواطف بتاعتك والحب والتقدير والحنيه والحاجات دي كلها، ونتكلم في العالم الامم المتحده يعني بالتحديد، بتقسم الدول بناء على احصائيات وارقام وانجازات وفشل والحاجات دي كلها. ففي من اهمهم
كومباوند اندكس اسمه هيومن ديفلوبمنت اندكس. هيومن ديفلوبمنت اندكس اهو على الشاشه، ده كومباوند اندكس، مش حاجه واحده. يعني انا ما بقولش ان ترتيب العالم الدول بالتعليم مثلا او بالصحه او بعدد الاطباء او كميه الطاقه اللي بيستهلكوها، ده كومباوند تقريبا في كل الحاجات. اهم متقسم لثلاث اجزاء: لونج اند هيلثي لايف، ده بيتكلم عن لايف اكسبكتيشن من ساعه ما تتولد، عمرك هتبقى كام، عمرك هيتوصف امتى وانت عندك 50 سنه ولا 70 سنه ولا 90 سنه. وطبعا بيتكلم عن الهيلث كير وعن عدد الاسره بتاعت لكل 100,000، عدد اسرات المستشفى لكل 100,000. هو كل حاجه ليها علاقه بالصحه. الثاني النولج، التعليم مش التعليم بس، يعني مش عدد السنوات اللي انت بتتعلمها والكواليتي بتاعت التعليم بتاعك، واذا كان في امكانيه انك انت تستمر في التعليم بعد كده ولا لا. يعني الواحد مش ياخد البكالوريوس او الليسانس او يخلص الثانويه العامه وبعد كده تقفل عليه، لا، زي هنا في كندا انت ممكن ان انت تتعلم. اخر واحده ديسنت ستاندرد اوف لايف. ديسنت ستاندرد اوف لايف اهم حاجه في نصيبك في الناتج القومي. احنا بنعمل 1000 واحنا 100، يبقى كل واحد افريج ليه 100. اضافوا ليه بعديها تقسيم الثروه، بس في ناس احتاجت عليها وبتاع. المهم يعني ان هو من بقى في اندكس تاني برضه، هيومن ديفلوبمنت اندكس اي ثينك سموه 2، ان هو داخل فيه برضه الحاجات السوشيال بقى اللي هي تقسيم الثروه ومش عارف ايه وبتاع. فاحنا 2020 اخر حاجه طلعت خالص، ارقام 2020، هتلاقي ان النرويج نمره واحد، سويسرا نمره اثنين، هونج كونج نمره ثلاثه، كندا الحوافريت نمره 16. يعني بص ليه؟ لان الحكايه مش حكايه ارقام مطلقه، يعني ان انا بقول ده بيعملوا قد كده، ده الناتج القومي بتاعهم قد كده، لا، توزيع الثروه والتعليم والمساواه بين في الاندكس وكده. فكندا النمره 16، امريكا 17، اول دوله في الشرق الاوسط اعلى دوله هي اسرائيل نمرة 19، أول دولة عربية بتطلع في الرانكينج ده الإمارات نمرة 31، بقية دول الخليج كلها في الـ40، يعني قطر 42، السعودية 43، كلهم في نفس الرينج، مفيش فرق كبير بينهم. إنما هي الإمارات، وده علشان الجندر إيكواليتي، واضح ان الامارات الجندر ايكواليتي فيها اعلى من بقيه الدول الخليجيه الثانيه، ففيها فواخده انديكيشن اعلى. القوى الاساسيه اللي في المنطقه حوالينا زي ما احنا قلنا، اسرائيل نمره 19، السعوديه حاجه و40، تركيا 54، الرانكينج بتاعها 54. تلاقي بقى حاجه ظريفه جدا هتعجبني انا وانت، كوبا نمره 70. فاكر انت الجزيرة الصغننة دي نمرة 70، ومعاها في نفس الرانك ايران، هما الاثنين واخدين رقم 70. ايران بالبترول بالجيش بمش عارف ايه بتاع بالهلتلة اللي هما عاملينها دي كلها، كوبا وايران واخدين نفس الارقام وهما نمرة 70 هما الاثنين. المكسيك، لان المكسيك دايما بنقارن مصر بالمكسيك، المكسيك نمرة 74. الصين الصين 85، تاني اقتصاد في العالم، انما الهيومن اندكس ديفلوبمنت بتاعها بيحطها ورا دول كتير جدا. هي ممكن تكون انها قفزت، يعني انت لو نزلت شويه هتلاقي انها ايه، الهيومن اندكس بتاعها بيتحسن من 1990، طلع حوالي 3 نقط، which is هايل يعني، انما لسه قدامهم طريق طويل. ودي من ضمن الحاجات اللي بتقول ان الصين لا يمكن تدخل في منافسه مع الولايات المتحده. نوصل لمصر بقى 116، مصر على المقياس ده الرانكينج بتاعها 116، يعني هما 116 احنا 116 من 180 دوله، يعني احنا على اول عايمين على الثلث الاخير من العالم. اذا قسمنا العالم الى ثلث اول ونصف النص
والتلت القاع المجتمع البشري التلت بتاعه، فإحنا أول ناس على التلت ده. فلسطين قبلينا بنقطة 115 يعني، حتى بعدينا بقى الجزائر، لا الجزائر قبلينا، بعدينا المغرب. طبعا في حاجات بقى ما تعرفهاش بعد كده، عمرك ما سمعت عنها. الأسوأ إن إحنا ما بنتنططش بسرعة. يعني هو لما ابتدى يعملوا الإندكس ده من سنة 1990، كان عدد الدول اللي مشاركة فيه أو عدد الدول اللي عندها اللي عرفوا ياخدوا البيانات بتاعتها أقل من دلوقتي، كانوا أعتقد 100 حاجة و20 دولة. فإحنا كنا أيامها كنا المركز 96 96. بس برضو لما تشوفها بالنسبة للنسبة، احنا برضو في الثلث الأخير من المجتمع. كل ما عدد الدول يزيد احنا بننزل لتحت، ان احنا لسه في مكاننا. يعني احنا ثابتين في اول الثلث الأخير. العدد 120 احنا هنا، العدد 180 احنا هنا، برضو زي ما احنا ما بنطلعش لفوق، مش عارفين نطلع لفوق، مش عارفين نكسر الحاجز ونطلع لفوق. السلوب بتاعنا بتاع التقدم يعني مش حد أزود. الحكايه تقريبا ستيبل يعني، بنتقدم شويه، بنتحرك شويه، بس مفيش قفزات، مفيش نطاط كبيره، ما في الحكايه ستيبل قوي في مصر. تبص على دول تانية يعني، مش فاكر احنا كنا بنبص على ايه دلوقتي، كانت عامله نطه جامده. المكسيك اعلى مننا طبعا، كانت ايه اللي عملت نطه جامده قوي؟ لا ده مش فاكر والله. كوبا 70 وقف الموقف 70. فيعني لان عندهم تعليم وصحه، احنا زي ما احنا شفنا كده لما رحنا هناك حاجات. فهي ده البيز اللي مفروض ان احنا ننطلق منه، نسيبنا من الدعايه والكلام الفارغ والهيصه والدوشة ووقع وشك ومش عارف ايه وبتاع، ونشوف احنا فين في العالم بشكل علمي. احنا رقم 116 في العالم، ترتيب العالم Human Development Index من 180 دولة. يعني احنا في التلت الاخير، على اول وش، على وش التلت الاخير. فرق بيننا وبين اللي بعدينا مش كتير يعني، هو النقط بتبقى هنا بقى ايه، واحد واثنين نقطة من الف، فما تفرقش كتير. انما احنا فعلا، واحنا هناك بقالنا كتير، بقالنا 20 سنة، لا 30 سنة دلوقتي. طيب أنا هتقمص شخصية حد بيدافع عن النظام وأقول لك دي مشكلة الشعب ومش مشكلة النظام، والشعب جاهل ويتميز بالجهل والتدين الظاهري اللي هم بيسموه تدين ظاهري، وده اللي واخد البلد لوراه، مش ودي مش غلطة النظام، والسيسي وارث تركة مهببة بذهب أسود من مبارك، ومبارك عمل اللي عليه وكله تمام. يعني مبارك كويس بس السيسي واخد واخد تركة مهببة. فده اللي بيتقال يعني، ده اللي لما تيجي تتكلم مع اي حد يقول لك هي المشكلة في الشعب، هنعمل لكم ايه؟ ما احنا في شعوب منيله ب 60 نيله برضو حوالينا، وربنا فتحها عليها يعني. يعني احنا مش اقل من تايلاند ولا اقل من المكسيك، وعند الناس متدينه هنا، الناس متدينه هناك، هناك بوذيين، ودول الناحيه الثانيه كاثوليك، وبرضو البلد ماشيه احسن من عندنا. يعني لما تبقى المكسيك كوبا بتاع قد كده 70، ما طب ما دول كانوا من في الخمسينات، كانت عبارة عن جزيرة بتزرع شوية قصب وشوية تباكو وخلاص، وكل سنة طيبين، وكانوا في دول النجمة وبيحكمها شركات أمريكية وكل سنة طيب. دلوقتي هم نمرة 70 في العالم، وعندهم من أفضل نظام صحي في العالم الثالث and so on. فحكاية إن الشعب، شيوعي مش عارف ليه مش مطمني. لا ما احنا رحنا وشفنا. رحنا اسكندريه وشفنا، رحنا اسكندريه وكان ناقص نتفرج على عماد حمدي، وركبنا العربيه بتاعت عماد حمدي ومو شاديه فاكر. حكايه ان احنا نقول كل حاجه الشعب، الشعب القوه العامله بتاعت الصين، والشعب هو اللي طلع الامريكان من فيتنام، والشعب هو اللي بنى المانيا بعد ما كان ما فيهاش حيطه واقفه على بعضها في اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه. وبعدين هو نفس الشعب ده برضو اللي حفر قناة السويس،
وهو اللي لا هم هو اللي بنى الهرم زمان. ما ها هو يفتكرك يعني، هو اصل هو المشكله ان احنا ما عندناش منطق في الحدوته السرديه بتاعتنا، الحدوته اللي قايمه عليها الدوله المصريه، دوله يوليو. انا بتكلم عن دوله يوليو عشان هاجي لك في النقطه دي. دوله يوليو اللي من الخمسينات واحنا بنبني سرديه معينه. اولا التاريخ بتاعها مزور كله يعني، تقريبا يعني ما فيهوش حاجه، تقريبا ما فيهوش حاجه صح. وبعدين ايه، نبقى احنا عظمه ومش عارف ايه وبتاع، واحنا بنبني الهرم. ولاد كلب لما مش عارف يبقى عايزين ناكل، قال طب هنبني الهرم من غير ما ناكل؟ او احنا اساتذه وعملنا معجزه لما عندنا قناه. تمام، حلو قوي. انما اليومين دول احنا ولاد كلب ليه؟ طب هم ما مش هم دول اللي عدوا القناه وهم دول. احنا مشكلتنا في مصر، انا هجيب لك من الاخر خالص، مشكله اداره. انت بتقول لي هو ورثها من كده، هو ورثها كده، ورثها من مين؟ ورثها من امي؟ ما هو ورثها من الظابط. ما هي مشكلتنا هم دول، مشكلتنا هم دول. احنا بيحكمنا عسكر من سنه 53 بالتحديد، والتجربه فشلت وانهارت وخلصت تماما، وكان المفروض انهم يروحوا بيوتهم 67 6 يونيو كانت بان انها خلصت. اديهم فرصه كمان عشان يعملوا عمل عسكري وان احنا نحرك المواضيع شويه لغايه 73 يا عم. بعد كده ما لهمش وجود. بعد كده احنا بنجيب ورا. بعد كده البلد مش قادره تطلع قدام لان دول كابسين عليها. يعني انا ايام يناير، حراك يناير، كان في دراسه اتعملت عن عدد الضباط السابقين، القيادات العسكريه السابقه في الحياه المدنيه. موجودين بقى في كل مفاصل الدولة، وكلاء وزارة ومحافظين ومش عارف ايه وبتاع. فكان الرقم، انا لما قريته اتخضيت، حوالي 300، مش عارف 200 حاجة و90 ولا 200 حاجة و80، قول 300، انهم اكيد دلوقتي 10,000 مثلا، ولا بقوا على الاقل الضعف. دول اللي ماسكين مفاصل البلد، ومن ساعتها عمالة تجيب ورق. ما احنا مش هنضحك على بعض يعني. يقول لك ايه، يقول لك الحكم المحلي زي الزفت. طب ما الحكم المحلي، انا بقى تاني، هي امي اللي ماسكه محافظه القاهره، ما هو ظابط لواء من عندكم، ولا محافظه اسكندريه، ولا مدير حي مصر الجديده، ولا ما وكيل وزاره التعمير. يا راجل ده وزاره البيئه في 10 لواءات. انا افهم ينفع احكي لك قصه حصلت معايا وانا في الشغل وانا في مصر. احنا شركه سوفت وير، فبنعمل كنا بنطور المنظومه الالكترونيه، كنا شغالين في مشروع اسمه الاي جوفرمنت. الاي جوفرمنت ده اصلا كان منحه امريكيه من الحكومه الامريكيه، يعني هم اللي جايبين الفلوس وجايبين لايسنسز علشان يطوروا المنظومه في الحكومه المصريه ايام احمد نظيف يعني. فاحنا كنا مسكنا مشروع، الشركه بتاعت شركه خاصه، شركه سوفت وير، اخذت مشروع بتاع تطوير العمل في هيئه توحيد القياسات. هيئه توحيد القياسات دي المفروض انها الابن الشرعي للايزو، عارف الايزو، هم اللي بيدوا علامات الجوده واللي بيعملوا يعني اي منتج يتباع في مصر لازم ياخد ختم الجوده من هيئه توحيد القياسات. احنا قعدنا في المشروع ده حوالي سنتين، رايح جاي جاي رايح رايح جاي. ليه بقى؟ علشان الراجل اللي مسؤول عن التطوير في الهيئة لواء جيش ما يفهمش أي حاجة، ما يفهمش أي حاجة بجد يعني. وكل اللي هو عمال يتباهى بيه إن هو أخد دكتوراه من سنة 50 مثلا في حاجة ما مش شغالين فيها ومش عارف أي حاجة. وفي في المسطرة الحاسبة، فاكر المسطرة الحاسبة بتاع زمان. وعلى فكره كان في يعني موظفين اكفاء في المكان ده، بس طبعا كلمتهم ملهاش لازمه. المشروع ده قعد مش اقل من سنتين وخلصناه تلفيق كده علشان اسمه يخلص، وما عملناش نص اللي مطلوب، وكل ده بسبب واحد اسمه حاطط كده يافطه اللواء الدكتور المهندس. انت ولا هو كل يعني ميزته ان هو كان لواء. لواء صار دكتور دي ترميها على جنب، ومهندس دي برضه ملهاش ما فيش خالص يعني. نسي ومن ده كله ومن ده يعني روح اي مكان بقى هتلاقي نفسك. يعني انا مره كنت بره الاخبار كده، فلقيت مش عارف قال لك تصريح فلان الفلاني عن تطوير التعليم في مصر.
ابص على فلان الفلاني اللي هيطور التعليم في مصر، ده لواء، لواء جيش، مش معاه دكتوراه في الابيدرمولوجي في التعليم ولا في المناهج ولا في الفلسفه، فلسفه التعليم ولا حاجه خالص، ولا حتى في التاريخ، لا ده لواء. طب لواء هيطور التعليم في مصر ازاي؟ بمناسبه ايه؟ فهي مش نافعه بالطريقه دي، حقيقي مش نافعه بجد. يعني الواحد يقول ايه بس؟ الوضع اللي احنا فيه فعلا سيء جدا جدا. سيبك بقى، يعني انا عارف ناس هتزعل اليومين دول علشان الحقنه المنشطه بتاعت الوطنيه اللي خدوها، انا كان المفروض ننزل الفيديو ده بعد اسبوع لانها هتروح في اسبوع، انما انا بس بحب افكرهم ان احنا عملنا هللنا وزغرطنا ومش عارف ايه وبتاع على قناه السويس واتقفلت من اسبوع، لان ما لهاش الحته الحكايه دي اللي طرحت فيها الدولارات بتاعت البنك المركزي كلها راحت فيها، ما لهاش لازمه، ما عملتش حاجه. وبعدين استنى انا اجيبها لك، انا كنت لسه بقراها من اكيد أحب أكلمك على مرة برضه رحت في مصر على مين بقى اللي بيظبط الشوارع ومين اللي بيعمل يو تيرن واللي بيعمل كل الحاجات دي؟ اللي هو جيش برضه حضرتك. يعني أنا مرة رحت لقيت الرخصة بتاعتي اتسحبت، فرحت جبت واسطة طبعا علشان آخد الرخصة، فعديت على مكتب لواء من لواء المرور ولقيته بيكلم واحد وبيقول له إحنا عايزين نعمل يو تيرن في الحتة دي. اليوتيرن ده انا اخدته في الكليه علشان نعمله لازم نعمل بقى ستاتستكس ونشوف معادلات ونعمل يعني نعمل حاجات كتيره قوي علشان لا نقرر ان احنا هنعمل يوتيرن في حته او هنعمل اشاره مثلا. يقول لك الحته دي مزنوقه، اعمل لنا فيها اشاره عشان العربيه توقف، فتلاقي العربيه توقفت في الاشاره دي وفضلت واقفه لغايه قفلت الاشاره اللي بعدها، وراحت عامله اللوك العجيب المربع العجيب ده اللي محدش عارف يتحرك فيه لغايه لما يجي يا اما شاويش بشنب من بتوع المرور بتوع زمان، مش امين شرطه هو اللي يمشيها، او واحد يتطوع يقف يمشيها، عارف انت الجماعه اللي بيطلعوا كده انا تحت مره العرض، عملت كده يا وممكن ابني، يكون من المشاة. انا عملت كده مره يا ابني يناير، يعني كان عملتها يعني. انك تقف انت تمشي المرور. المهم كان في بعد انا مش لاقي الارتكل بصراحه على الايكونوميست، على بيتكلموا فيه على الازمه اللي فاتت دي، قفل القناه بالمركب اللي عدت دي، هي مقاله قصيره اقل من صفحه، ان مصر، هم قايلين مصر مغرمه جدا بالميجا بروجكتس، المشروعات الضخمه اللي ملهاش اي قيمه، وقايلين بالتحديد المدينه العاصمه الاداريه الجديده بالتحديد، ده الايكونومست انهم بيقول لك احنا مش عارفين هم بيبنوا مدينه عاصمه ليه، وسايبين اولد كايرو فول انتو كايوس وبيبنوا عاصمه تانيه. فانا فكرت فيه قلت لا ده مش بس كده، يعني احنا كلنا عارفين ان يعني المفروض بقى يبقى عندنا يقين تام ان الاسرائيليين هم، اسرائيل هي العدو الاساسي بتاعنا، وان احنا اخر حرب عملناها معاهم 73 ان كانت المفاوضات على بعد 100 كيلو من القاهره، على كيلو 101. لما بنقول الكيلو 101 ده معناه ان المسافه من هنا الى العتبه، يعني انت بتقيس من العتبه بالتحديد من مكتب بريد العتبه، شغل انجليز بقى، انهم الانجليز هم اللي بيعملوا، هم اللي عاملينها يعني. فانت لما تقول 101 يبقى انت بتقيس من العتبه 100 كيلو وواحد الاسرائيليين وقفوا، يعني من بيتنا في مصر الجديده كانوا اقل من 50 كيلو، واخد بالك؟ في انجلترا اظن بتبقى من شيرين كروس، تمثال بتاع ريتشارد الاول، شيرين كروس في باريس مش فاكر من ايه، من هنا من في اوتوا انت بتقيس من البرلمان، من الكاتدرائيه اللي جنب البرلمان بالتحديد. المهم ده وقفوا على كيلو 101، فانت لما تعمل عاصمه تقربها لهم، يعني زق العاصمه عندهم بحيث ان هم لو حصل وصلوا للقناه انهم يعرفوا يدوروا لك بالمدفعيه، مش فاهم انا. في كان تصريح سمعته كده من شويه مع اللي هو اسمه ده مميش ده ولا يميش ولا
بتاع قناة السويس اللي كان قبل كده، حد سأله، صحفي سأله، قال له طب احنا هنعمر امتى سينا؟ قال له يعني انت عايزنا لما نعبر نلاقي في وشنا مصنع؟ يا اخويا الاسود، تعبر ايه؟ ده بلدك، انت مش المفروض تعبر، انت المفروض تبقى هناك، ولو اسرائيل مش موافقه تلفق تخبط راسها في الحيطه. احنا عندنا مشكله يا فادي في مصر، قنبله اللي هي الكثافه السكانيه، يقول لك مصر مليون كيلو متر مربع، لا يا عمي احنا عايشين على 5% من مصر، الشريط اياه ده والكالكوعه اللي جنبه هنا قناه السويس والميناء الدلتا واسكندريه وقناه السويس، عايش عليها حوالي 90 مليون. لما تدي لك كثافه سكانيه واحده من اعلى الكثافات السكانيه في العالم، 1600 نسمه لكل كيلو متر مربع، يعني المفروض احنا بنقف كتافنا في كتاف بعض، 1600 دي يعني لو وقفنا هنجيب واقفين جنب بعض، 1600 نسمه لكل كيلو متر مربع. اللي قبلينا كلهم لما تبص على الكثافه السكانيه، هما طبعا في مصر يعني في الارقام الدوليه ما بيقولوش كده، لان بيقول لك مصر مليون كيلو متر مربع ف100 مليون فبيقسموا دي على دي، انما لما تبص على بقى اللي هم قبل 1600 في حدود ال 1600 دي هتلاقي كلها مدن، سنغافوره، موناكو، هونج كونج، ماكاو، مدن مش دول، انما لما تبقى دوله الكثافه السكانيه فيها قد مدينه ما ينفعش، انت عايز لازم تتوسع، التوسع الاساسي ليك هيكون في الصحراء. اهم حاجه سينا، انت المفروض يبقى لك 5 6 10 مليون فيها، بمصانع، بدراسات، بكليات، بجامعات، بمزارع، بسياحه، بمناجم، بكله. اسرائيل مش موافقه تتفرق، هنخش حرب، نخش، معلش بقى، ما احنا انت ظهرك في الحيط، الجيش ايه طريق هو الجيش؟ الراجل مطاطي، الراجل مطاطي لكل اي حد مش كل، بره، مش معقول كده يعني. الراجل مطاطي لاي حد بره. نعم. يعني انا بتكلم بامانه، انا مش شايف ان هو عامل اسد على الناس اللي جوه بس، هو بس عامل اسد على الناس اللي احنا جوه. قلنا صالح الناس كلها وطبطب على الناس كلها والراجل صدر رحب، انما ال 50 60 الف اللي في المعتقلات دول ما فيش مشاكل لانهم موجودين فيها. احنا كنا بنتكلم الازمه بتاعت قناه السويس. لا استنى الاول، احنا من بقالنا فتره عمالين نقول سد النهضه سد النهضه سد النهضه. المره اللي فاتت لما انا وانت كنا بنتكلم، انت قلت لي انت سمعت عنه 2008 او 2006، انا قلت لك انا سمعت عنه 1982 83، هيكل واحد مش فاكر مين، واحد مهم قوي في مركز الدراسات الاستراتيجيه اتكلموا عنها وقال لك ان المفروض ان احنا شفت لنا حل ليها قبل ما يبنوا السد 1900 حاجه و80. النهارده احنا بنعد ايام وهيبتدوا يملوا وهيملوا ومفيش امكانيه انك تعمل حاجه. مش تكسير مجاديف، ده تقدير واقعي للموقف، انت في موقف بالعالم مش هيوافق عليه، مفيش حاجه اسمها تروح تضرب ناس بتبني سد في بلادها، انها سابقه ما حصلتش، الموقف كله ما حصلش قبل كده. يعني انا لما حاولت اقرا مفيش موقف زي كده حصل قبل كده الا تركيا لما راحت بانيه سد على الفرات وقفلته، بس في دجله فالعراقيين طنشوا والسوريين هو دجله ايه ماشي، انما قفل عليهم لغايه لما مالوا السد برضه، فتوانه، نظام فتوانه، بس ما ماتوش من عطش، احنا هنموت لو حصلت يعني. انا ينفع اسال سؤال؟ ما يمكن اللي هو عارف حساب، عامل حساب ان بحيره ناصر مليانه. ما يقول لا انا ما اعرفش، انا ما اعرفش، اما عرفت. انا بقول لك لو هي دي حساباته على كده يقول، هل ما يمكن هتكمل؟ هو، يمكن هو عامل حسابه على كده، بس طبعا لازم يجيش الشعب علشان دايما يحسس الناس ان هو في قلق. ما هو خلي بالك، هو دلوقتي اللي بيعمله هو بروباجندا، بروباجندا ان احنا لازم نحسس الشعب ان هو دايما في خطر، فالخطر ده دايما لازم يبقى موجود. يعني الخطر ده يا اما الميه هتقطع من السد فاحنا لازم نقف كلنا مع بعض، وهو عامل حسابه ان في مثلا ميه ورا السد العالي كفايه. ممكن، انا ما اعرفش، انا ما عنديش ارقام خالص عن السد انا ما العالي، اعرفش. حاولت ادور عليها. انا اللي اعرفه ان في فتره كان في فتره جفاف في اثيوبيا ومصر، انا كنت الفتره دي عايش فيها في مصر، ومصر ما حسيتش بحاجه. ليه؟ لان ساعتها عرفوا يعوضوا النقص ده من السد العالي، من وده المايه اللي في بحيره ناصر. وده ده فاحتمال، احتمال يكون كل ده بروباجندا والسد وراه ميه كفايه لغايه ما اثيوبيا تملى السد. انا ام سبيكيوليشن، جاست هوفلي سبيكيوليشن. هوفلي وهو بروباجندا داخل، هو الراجل ما بيكلمش غير الناس اللي جوه. يعني النهارده
ده شو بتاع النهارده ده اللي هو الموكب ده، ده شو داخلي 100%. اه ماشي، ما انا بصيت على الاخبار ما حدش جاب سيرتها، او يعني يمكن بعدين. انا بصيت على في ناس بعتوا لي يقول لي لا مكتوب مكتوب يا جدعان، ده النهارده ماتش ليفربول طلع في الاول، ماتش ليفربول وارسنال طلع يعني طلع لي في المين بيج، والموضوع الموميات ده ما شفتوه، ده على البي بي سي يعني. فيمكن يكون هو عامل حسابه على كده، وده مجرد شحن داخلي علشان ما هو بص من الاخر انا الراجل ده شايف ان هو بيعمل حاجه واحده، عمال يلعب على عواطف الناس علشان يتلموا حواليه. النهارده عامل نفس الشو اللي عمله ايام تفريع قناه السويس، ونفس الناس اللي هللت لقناه السويس تفريع قناه السويس هي نفس الناس اللي هللت النهارده، والمؤتمر الاقتصادي، فاكر والمؤتمر الاقتصادي نفس الفكره، اللي جالنا والله فيه واحنا عايشين بقى كده. يعني هو الفلوس اللي اتعمل بيها النهارده كان المفروض يعني احنا كان عندنا ميتم يا جدعان، احنا مصر دي كان عندها ميتم من اسبوع، من اسبوع في ميتم حصل. تخيل كده مثلا انا عندي ابنين، هنفترض جدلا يعني ان انا عندي ابنين، واحد منهم فرح الاسبوع الجاي وواحد النهارده اتوفى يعني بعد الشر يعني، انا طبيعي ان انا اروح اعمل فرح اخو ابني التاني النهارده كمان اسبوع، ولا الطبيعي ان انا اجل الفرح ده لغايه ما نجيب حق النهاية يعني لغايه ما نشوف الناس اللي ماتت دي. يا عم اللي ماتوا دول ما لهمش لازمه، ما هي دي انسى حياتي المشكله، هي دي المشكله. وشويه الناس اللي و90% من اللي هتشوفهم على الفيسبوك هيقول لك يعني طب، يعني طب احنا كنا اتفقنا وخلاص، اللي اتفقنا عادي يعني احنا ممكن لو وحطينا الزينه وبتاع انت هتبوظ الدنيا ليه؟ بوظ الدنيا. كندا لما حصل فيها حادثه اتوبيس مات فيها 20 نفر الدنيا اتقلبت، قعدنا شهر في الفيلم ده عادي يعني جدا ما فيش بس اي مشكله. ده كندا يا عم، احنا مالنا احنا لا بقى. بجد اصل حاجه تفقع ان احنا يعني نفس الفكره، مبارك العباره غرقت بعديها ب 10 ايام ولا اسبوع رايح يحتفل بكاس الامم، ده ينفع؟ مسألة أولويات، النظام أولوياته غير أولويات العالم الغلابة اللي زي حالاتنا دول، والعدد عندنا المليون. يا عم اتفرج على الكوفيد عامل إيه في مصر، ووزير الصحة طالع ولا رئيس الوزراء اسمه ده متولي ولا مدبولي ولا ما أعرفش إيه، قال لك إحنا أقل دولة في العالم فيها إصابات بالكوفيد. يا مش عارف، والناس مصدقة. أنا لا فعلا الواحد فعلا يعني، والمشكله ان هو يقول لك ايه يا حاقد يا ما بتحبش مصر، ليه ما بتحبش مصر؟ هو ازاي يبقى انا ما بحبش مصر اللي هو انا قلبي على الناس الغلابه اللي بتموت، والناس اللي مش لاقيه تاكل، والناس اللي عايشه في ظلم وقهر، والناس اللي والستات اللي مش اللي بتتحبس علشان عملت فيديو على التيك توك، كل ده انا مش يعني انا لما اتكلم لا عن لا، كل الناس هو دي انت مفروض ان انت تهتف للرئيس، هو ما دام ما هتفتش للفرعون يعني تبقى مشكله، فهنعمل ايه؟ ده رياضه ودي حكمه. المهم ان احنا كنا بنقول ان انا اعتقد ان احنا ظهرنا في الحيطه ومش عارف نعمل حاجه. انت بتقول في احتمال يكون معتمد على ميه، ده يبقى عبقري، انا شخصيا هقول ده معلم يعني، ان ميه او حد قال له ان ميه السد هتكفينا الثلاث اربع سنين اللي هيعملوا فيها دي، يبقى هاي خير وبركه، مش هزعل لو ده اللي حصل. انما الله اعلم، ده 50-50 تشانس، او حتى لو حصلت 100%، ما ينفعش ان انت كل مشاكل الدنيا بتاعتك تحلها في اخر لحظه. نظام مذاكر ليله الامتحان دي ما تنفعش، يعني انت من سنه 80 عارف ان انت هيبقى عندك مشكله كمان 40 سنه ولا 30 سنه لما لو اتبنى سد. جمال حمدان في كتابه شخصيه مصر قال لك لا صعب ومش صعب ومش الكلام. جمال حمدان كاتب الكتاب في الستينات، وانه من الناحيه الانشائيه والناحيه التكنولوجيه ومش عارف ايه وبتاع صعب. ماشي ايامها، بعدها ب 20 سنه بقى ممكن، بعدها ب 40 سنه اتعمل. فما ينفعش ان انت تاني توقف السور على الوضع بوز ده وتقول هي كده وتمد على استقامته. في عوامل تانية، في عوامل تقدم تكنولوجي، في عوامل احتياجات اقتصادية، وده اللي هياخدنا بقى للنقطة التانية اللي هي بتاعت قناة السويس. يعني انت لو عندك اللقطة بتاعت الخريطة بتاعت مصر في العالم، الأول أهم حاجة إن احنا لو عندك إن احنا جينا بدري، يعني عارف احنا أول ناس نذكر في الحتة دي، واخدين ما شاء الله احلى
منطقة في حاجة كده على ناصيتين وبحري وزي الفل في نص العالم، نص العالم فعلا، موقع تجاري هايل. وبعدين عندك كمان ناتج زراعي هو اللي عمل الحضارة دي كلها. فالحضارة المصرية كلها كانت قايمة كمان على التجارة، تجارة الترانزيت، زي ان احنا كنا بنصدر حاجات كتير قوي في العصر الكلاسيكي. يعني مصر كانت بتصدر، كان يقول لك روما بتعيش 3 اشهر في السنه او 4 اشهر في السنه على غلال مصر، وكنا بنصدر زيت زيتون، وكنا بنصدر حرير اخميم والحاجات دي، اسمه ايه ده، الكتان المصري مشهور في العالم كله. فكانت مش مجرد مزرعه، كانت مزرعه ومصنع وممر تجاري، وقعدت فتره طويله كده. اللي حصل بعد كده ايام الدوله العثمانيه واكتشاف راس الرجاء الصالح ومش عارف ايه، قلل من قيمتها الاستراتيجيه، لكن ده لفتره زمنيه قصيره في خلال التاريخ الالفي بتاعنا. بص على الصفحه البيج الثانيه اللي هي بتاعه طرق التجاره. طرق التجاره ده الكتله الاساسيه بتاعه العالم، الكتله الاساسيه اللي فيها، اللي حوالينا اللي فيها التجاره. طريق قناه السويس من اهمهم، يعني في مضيق ملجا ومش عارف ايه وبتاع، مضيق قناه السويس من اهمهم. قناه السويس مش مفروض تبقى مجرد ممر، بوابه، انت عامل كارته، عامل بوابه وبتاخد الفلوس بتاعت الكارته وخلاص. المفروض انها تتحول لمنطقه صناعيه، المفروض انها تتحول لمنطقه حره. يعني انت بص على موقع قناه السويس وبص على دبي. دبي في حرس سد، حرس سد، وعاملين فيها هب كبير للصناعه والمصنوعات وسوق حره ومش عارف ايه وبتاع. انت في نص العالم بالظبط، دي مفروض تبقى نار ولع، مصانع ومصانع تجميع سيارات وتجاره ترانزيت وبتاع. مش عايزين، مش قادرين، مش قادرين. يقول لك اسرائيل ممانعه. لا هي البيروقراطية، معلش أي حد يقول لك إسرائيل ما هي البيروقراطية. أنا فاكر إن ايوه كان في اسكندرية عايزين يعملوا مصنع فورد للعربيات، ده اسكندرية ما مالهاش دعوة بإسرائيل ولا بسيناء ولا أي حاجة، بوظوها بسبب البيروقراطية المتخلفة بتاعت العساكر. العسكر، ما هم مش عارفين يدروها. ما احنا هنفضل نلف ونوصل لنفس النقطه، ان العسكر مبوظينها ومش عارفين يدروها، وان المفروض يسيبوها بقى بشكل ما. يعني القناه دي احنا سنه كام؟ 1900، 2021، 2020 على 2040، من 20 سنه يعني بكره بالنسبه للدوله، بكره مش هيبقى لها قيمه، لان الممر الشمال هيشتغل. هو ما معلش يعني، الارض كرويه، الجماعه بتوع الارض مسطحه، معلش يا رجاله، الارض كرويه. ممكن تطلع كده، يعني مش لازم تلف كده، ممكن تطلع من فوقها، ما ده برضه. ففي بين كتله اسيا واوروبا في القطب الشمالي، ممكن تطلع من شرق اسيا، تطلع على القطب الشمالي من فوق وتروح نازل من الناحيه الثانيه على اوروبا، اللي هو بيسموه طريق الشمال، نورثن باسج. وفي عندنا طريقين، في كندا اللي هو بالاحمر ده، وفي روسيا اللي هو بالاصفر. كندا اطول ومعقد شويه لان في جزر كتير وطيارات ومش عارف ايه وبتاع. الممر الروسي اسهل، وهم عندهم تكنولوجيا وهو شغال دلوقتي، شغال دلوقتي مش عارف 100 ألف طن في السنة ولا ايه. ومصر وقناة السويس بيعدي فيها مليار وشوية، فهو مش منافس ليها. انما كل الدراسات وكل النماذج الرياضية بتقول ان على سنة 2040، 2050 بالكتير هيشتغل، نتيجة التطور التكنولوجي. هيبقى سهل انك تعمل نافيجيشن، انك تعمل ملاحة فيه، والكسارات بتاعت التلج اللي روسيا عندها اوريدي، التغيرات المناخية، الدنيا عمالة تدفى. لو رجعت للخريطة التانية فقال لك ان ده من عند تايلاند. الدراسات بقى، دراسات الجدوى بقى تقول لك ايه، من عند تايلاند. تايلاند هنا الخط ده، اي حاجة شرقه هسلقها انها تطلع من الممر الشمال.
اي حاجه غربه احسن لها تطلع من قناه السويس. يعني هيبقى عندك بقى فيتنام والصين وشنغهاي وتايوان وهونج كونج واليابان، وكل ده اسهل لهم وارخص لهم واسرع لهم ان التجاره بتاعتهم مع اوروبا تطلع من بحر الشمال، من ممر الشمال، ارخص من قناه السويس. غربه اللي هو بقى الهند ومش عارف وباكستان وبتاع، يطلعوا من هنا، ده اقرب لهم، هيوفر لهم. انما الخط الفاصل هو خط تايلاند. الكلام ده كمان 40 سنه، 20 سنه. يعني ولادنا، انا لما سمعت اول، ما انا بكلمك بصراحه، انا لما سمعت اول مره عن سد النهضه وقالوا انه هيتبني في بعد 40 سنه، قلت 40 سنه اللي يعيش، ادي انا عشت وشفته. ده بقى اسوأ، دي لو ما لحقناش ان احنا نعملها دلوقتي هب، منطقه صناعيه، منطقه تجميع، ومنطقه تجاره ترانزيت، هنروح بقى نصطاد فيها سمك نص السنه لما الممر الشمالي يشتغل، وهيشتغل. وفي منافسة بين الممر الشمال بتاع روسيا والممر الشمال بتاع كندا، وكندا بتقول هنعمله ممر دولي، ما مش هيبقى فيه رسوم، او يعني من ضمن الافكار روسيا بتقول لا هيبقى فيه رسوم، ان احنا هنصرف عليكم عشان نعديكم منه وحاجات كده. فايه هيحصل؟ هيحصل، هنصحى الصبح هنلاقي حصلت، زي ما بيحصل دلوقتي في سد النهضة. ان سد النهضة النهارده في هذه اللحظة، انا بقول لك بمنتهى الثقة، ما تقدرش تعمل حاجة، خلاص خلصت. ان هم بقى نايمين على ميه، مخبيين ميه، اي هوب سو، لان من غيرها هتبقى مصيبه. لا هتعرف تضربه ولا هتعرف تهد مين يا ابني؟ تهد جبل ولا تعرف تهده، ولا تعرف تعمل عمليه عسكريه، ومش عالم، مش هتقف قصادك. لسه من قيمه واحد بيفهم، والله العظيم بيفهم، بيقول لك ده العالم بيعد تنازلي، لدرجه ان مجموعه حامله الطائرات ايزنهاور عبرت قناه السويس وفي اتجاهها الى بحر العرب. قلت له طب هم رايحين يضربوه بالنيابه عننا مثلا يعني، ولا رايحين يمنعونا ان احنا نضربه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له ما حدش يعرف، ما يعني دي حاجه تقلق. إيه مجموعه حامله طائرات ايزنهاور رايحه تعمل ايه هناك؟ والعالم مش عارف 40 طياره شكلهم ايه؟ يعني لو بعت طيارات هتوقعها لك، ولا هم هيروحوا يضربوا السد بالنيابه عننا؟ احنا في مصر ما حدش بيعرف اي حاجه، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش اللي حصل في 73، ما نعرفش، حد يعرف؟ حد يعرف؟ هم قالوا لنا ان احنا كسبنا، بس ما كسبناش للعلم يعني. هو يعني هو لا، هو احسن بيست كيس سيناريو تعادل. ماشيها انا همشيها لك تعادل انا كهرباء ماشيها كده من تعادل. عندنا. وحركنا العالم ما بيقولش كده. هيزعلوا مننا والله، احنا حروف ستين ده يعني. لا بجد، ما اصل احنا لازم نتكلم بجد. البس 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 عشان نازلين. لا بجد، اصل احنا لازم بجد نتكلم بكل صراحة. اصل فعلا اللي بيتقال جوه مصر حاجة، واللي بيتقال بره مصر حاجة تانية انا خالص. مش زعلان الا على الناس الحلوة اللي اصحابنا، اللي واضح ان الزن على الودان اشد من السحر، ان هم بيقولوا نفس الكلام، بيقولوا نفس الحوارات، بيعيدوا نفس الترديد. الاقي واحد النهارده كاتب مصر قامت، قامت ايه يا عم؟ انتوا عملتوا فرح، احنا هنضحك على بعض. زي اللي قال لك عايزين نديكوا، عايزين جائزة نوبل. نوبل مين يابا؟ نوبل لقناة السويس، انت متخيل؟ قناة السويس نوبل ايه؟ ده انت ده مركب علقت، في كل اسبوع في مركب بتعلق في ممر من ممراته بيعوموها، هتاخد عليها نوبل ليه؟ اكسجريشن في كل حاجة، وانقطاع كامل عن العالم. انا مش فاهم ازاي في عصر التكنولوجيا دي الناس منقطعة تماما عن العالم بالشكل ده، مفيش انا حاجة بيتهيألي قادرة دي مقارنة بأي حاله حاجة. نفسيه، دي حاله نفسيه ملهاش اجابه تانية غير انها حاله نفسيه، حاله من الانكار التام ان احنا في قاع المجتمع. احنا اي بني ادم عايز يحس ان هو ليه قيمه. عشان كده ابتديت بالهيومن اندكس، بالهيومن ديفلوبمنت اندكس، ان احنا يا دوبك في اول اخر تلت في المجتمعات البشريه، وما نتحركش، مش عارفين نتحرك. وانا بقول ان السبب الاساسي هو الاداره الفاشله في مصر. الاداره الفاشله في مصر يعني مجموعه العسكر اللي ماسكينها، اللي زاد النفوذ بتاعهم ومسكوا في كل حاجه دلوقتي، وان مفيش حل للبلد دي الا انها تخلص منهم بالنظام ده.
طيب انا سيبك هعديك من بقى 52. هعديك التقيله اللي هي بتتقال على طول، ايوه، مين يجي؟ مفيش بديل. يبقى يروح ينتحر. لما يبقى عندك 100 مليون ما هم مش عارفين يمشوا، ما فهمش 1000 يمشوا البلد، يبقى ما مش بلد. انا الصراحه شايف ان انت بديل كويس مثلا. انت بتقول فيها، انا في واحد بتكلم بجد على فكره، انا مش بهزر. انا في واحد يعني بيرازل، قال لي طب لو مش عارف ما تجيبني. قلت له انا، قال يعني، قلت له انا اعرف اكتر منه، ايه رايك بقى؟ المعلم ده لو قعد معانا على القهوه 3 دقايق هنشلوحه. بقول لك يعني احنا مش هنقدر نقعد معانا على القهوه مش اساسا. هنقدر فعلا، ما يقعدش معانا على القهوه ده. طبعا احنا كده رحنا في باي باي. البس البس البس. بس هو بجد ده هو ده اخر تعليمه ايه؟ الراجل ده اخر تعليمه ايه؟ إعدادية، اعداديه؟ أنا بتكلم كده. اعداديه؟ يعني انا ابني الكبير يعرف اكتر مني، والله يعرف اكتر مني. الراجل الله، الحمد لله، أرزاق أرزاق. المهم هو ده اللي فيها، إن إحنا شفنا أزمة، إحنا عايشين في أزمة حقيقية ومش هنعرف نطلع منها، لأن إحنا ابتدينا نفكر فيها متأخر جدا 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 جدا، وما عملناش حاجه فتره طويله جدا، ولما عملنا عكينا جدا، فال البلد مش مستحمله انها تتهز تاني، ولازم ان احنا نلحق نعمل فيها حاجه، وان احنا بقى يبقى في عندنا ناس عندها رؤيه واضحه وخيال وشجاعه يعني، ورؤيه هم عايزين ايه. فاهمين، اولا فاهمين كويس قوي اللي حواليهم، فاهمين الوضع الجيوبوليتيكال اللي حواليهم كويس قوي، وعارفين ايه اللي بيحصل حواليهم، مش واخدينها يوم بيوم، وبطلوا تهريج، وعندهم رؤيه واكاونتبل. المفروض انهم يقولوا لنا احنا هنعمل كذا، احنا بعد 5 سنين هيبقى متوسط دخل الفرد كذا، بعد 10 سنين هنبقى عند الاقتصاد بتاعنا بدل ما احنا 116 في العالم هنبقى رقم 100 ان شاء الله، 100 نطلع، بس نحس ان في حركه. في دلوقتي عندنا مصيبه تانية اللي هي غير الميه، ان انت كمان 40 سنه، اللي هو ده عمال يقول 40 سنه، ريت 40 سنه، كمان 20 سنه ان قناه السويس بالميت، يعني لما على راي اخواننا السوريين يقول لك بيعوا بالميت، بالميت لو حصل ان احنا عدد السفن اللي او عدد حجم التجاره اللي هيعدي فيها هيبقى نص اللي موجود دلوقتي، لان لو اتفتح بحر الشمال كل الاقتصاديات اللي شرق تايلاند، يعني الصين كلها، فيتنام، بكوريا، بهونج كونج، ومش عارف باليابان، هيبقى احسن لهم انهم يطلعوا من فوق من بحر الشمال وينزلوا على اوروبا، هيبقى اوفر لهم. الحاجات دي بتفرق، لو فرق الدولار في الطن، واحنا بنتكلم على مليار دولار بيعدوا في مليار طن بيعدوا في قناة السويس، يبقى الدول دي هتوفر مليار دولار. راجل احنا لسه بنعمل مشروع عملاق واعلى برج وما اعرفش ايه، والعالم دلوقتي ممكن الفيسبوك لوحده برنامج بكم مليار. ده برنامج يا جماعه، ده برنامج ما فيهوش حاجه، ما فيش حاجه ملموس. تيك توك ده عمل قلبان، ده كل ده سوفت وير ما فيش حاجه. اوبر يا فندم، اوبر يا جماعه، ما عندهمش احنا ولا في عالم عربية. مختلف تماما. فكره ان احنا نعمل اكبر ناطحه سحاب ده كان كلام بيعملوه زمان في السبعينات ولا الستينات اصلا في اوروبا وامريكا، وبطلوه خلاص. فكره ان احنا نقعد نتنافس على مين اعلى، دي حاجه فيري يعني شغل فلاحين. شغل فلاحين قوي. انا فاكر مره في مطار امستردام، قابلت وانا راجع كده، قابلت واقف في المطار وبتاع، فواقف ادخن في حته بتاع التدخين، فلقيت عرفت انه مصري، وقعدنا نتكلم مع بعض. المهم يعني تقاطت شورت ان احنا طولنا قوي، الراجل استاذ جيولوجيا ولا معرفش حاجه كبيره كده، حكى لي حكايتين، احكي واحده منهم دلوقتي ونخلي التانيه بعدين لانها فضيحه. يعني الحكايه الاولانيه قال لك ان احنا عندنا احسن رمل في العالم، رمل ابيض سيليكون، ان احنا مش عارف بنصدر الطن بكام للصين واليابان اللي بيتعمل منه المايكروشيب. قلت له طب ما احنا ما بنعملش مايكروشيب عندنا ليه؟ يعني واخرك ان انت تصدر لهم الطن ب 100 دولار ولا 200 دولار وتاخد المايكروشيب اللي قد كده، هو بعديها اللي محطوط فيها 4 جرام سيليكون ولا 2 جرام سيليكون،
ب $100. طب ما دي انت عندك السيليكون، هات انت، هات بقى الناس اللي تعمله. الحكايه التانيه كانت عن المحجر بتاعه اللي الجيش اخذها منه، فما فيش ان هنتكلم عليه. فعادي بقى يعني، ادي الله، ودي حكمته. وانا اسف يا شباب ان احنا ضربنا كرسي في الكلوب والفرح بوظناه على ناس اللي هم الخمسه سته اللي هتفرجوا عليه، ما حدش هيتفرج بص، اكتر هو منه. الفيديو ده انا ما اعرفش ايه النتيجه بتاعته، انا فعلا ما اعرفش، واتمنى اللي هيتفرج يعني يعمل لي بلوك او ان فريند في السكات، لان انا مش هبطل اللي انا بعمله ده. انا شخصيا شايف ان انا لو بطلت يبقى انا لا مؤاخذه، انتوا عارفين يبقى اسمي ايه، اما انا مش ناوي ابطل هم هيبلغوا عننا انا لان وانت. هو الكلام السكوت ما عمره ما هيفيد، وان انا اقعد اطبل لحد علشان ايه؟ ما انا مش مستفيد حاجه يا جماعه. انا شخصيا لو بطبل وهاخد حاجه مش هبقى برضو هعملها وانا يعني شايف نفسي يعني هبقى مستقل نفسي الحقيقه، انا فما هقول بالك بقى ان انا مش مستفيد حاجه. ف القط الاسود هو اللي اتكلم مش خالد كفو. اه لا، ده ما نعرفوش، ده عمنا ده ما نعرفوش. و بالعكس، احنا فكروا كده من كام سنه كنتوا عاملين ايه ايام التفريعه، والنهارده التفريعه دي هو طلع شخصيا يقول لك دي كانت معموله علشان رفع الحاله المعنويه. رفع الحاله المعنويه ب 64 مليار يا اخي، احمص هنقول ايه؟ مش كده يعني، شفت الماتش بتاع النهارده بتاع ليفربول يا معلم النني خلصه. انت عارف ان انا وفارس قعدنا اول ما النني نزل ونايله كانت قاعده معانا، فقعدنا قعدنا نضحك، فبتقول بتضحكوا قلنا لها النني، النني ده حلم كل العالم، ان يقول لك يا رب اطلع زي النني. ليه؟ بيقعد الموسم كله يلمس الكرة 4 مرات ومش قفلت. يا جماعه لا، ده لعيب وشكله هيز هانسم جاي يعني، شعره حلو. وبتاع، ونزل وعامل فيلم كده، لمس الكرة 3 مرات يا فادي، 3 مرات منهم واحده الجون اديها له. والباقي كله بيحلق، عارف، اوعى رجلك اوعى وشك. فهو فعلا على ما انت ما بتقول هو اللي عمل لهم فجوه. واحد صاحبي كنا بنتفرج على الماتش، بعت لي قال لي النني نزل خلاص الماتش خلص كده. خلص كده، وفعلا بس حصل، جابوا ثلاث بس اجوان لما نزل. اه بس انت شوف، لما يعني لما الوالده تدعي لك في ليله القدر، لما تبقى نني يبقى نني. تبقى في البريمير ليج، تقعد طول السوق الموسم ما تعمل، تقول لك 50,000 استرليني في الاسبوع وانت ما بتعملش الاسبوع حاجه. الاسبوع اه وانت ما بتعملش حاجه، تروح التدريب الصبح تعرق، تاخد دش وتروح، كل سنه طيب، تنزل الماتش تجري شويه، واي كره تعدي تنط من عليها لمحمد صلاح يجيب جول. حلو قوي. قشطة يا معلم. زينا زين. احنا رحنا في داهية رسمي كده الحمد لله. يعني التلاتة أربعة اللي مضحيين وبيتفرجوا أنا مش مسؤول. ولا انا ولا اعرفك، انت مين يا ابني؟ انت اللي جابك هنا. قشطة عليك يا معلمي، ماشي يلا يا زعيم، على خير. مع السلامة. سلام. سلام.